تسلسلت الحرائق في لبنان وفتكت في أحراجنا وقضت على مساحات واسعة من ثروتنا الحرجية. هو أمر اعتدنا عليه مع كل موسم حار ورياح شرقية، لكن هذه المرة لم تكن الحرارة المرتفعة سبباً في إشعال حريق داخل شقة متواضعة في عكار. تلك الشرارة التي أشعلها حمد ابن الخمس سنوات لم يكن يتوقع أن تلتهم جسدي شقيقتيه الطفلتين سارة ويارا ابنتا السنتين والثلاث سنوات. هذه المأساة التي هزت عكار ولبنان ننقلها لكم بالتفاصيل في هذا التقرير. يوم السبت الفائت غادر الوالد عبد القادر حمد منزله في عكار متوجها إلى عمله في بيروت، وبقيت الأم فاطمة في المنزل مع أطفالها الثلاث كالمعتاد. وبما أن كهرباء لبنان التي تطل علينا بالمناسبات أطلت عند العاشرة صباحاً على منزل العائلة، فدفعت بالأم المسكينة لاستغلال تلك الدقائق القليلة لتعبئة مياه الشرب من السبيل القريب للمنزل، تركة أطفالها الثلاث يلهون بمفردهم في البيت. دقائق معدودة كانت كافية لوقوع المأساة. بينما كانت فاطمة تنتظر دورها لتعبئة جالونات المياه، كان ابنها البكر حمد يلهو بالقرب من شقيقتيه سارة ويارا. مارس لعبة إشعال الولاعة ولم يكن يدري أنه سيشعل الفراش الذي تنام عليه الطفلتين. وما هي إلا ثوان قليلة حتى اشتعلت النيران وأكلت الفراش والأثاث المحيط بها وامتدت إلى ثياب الطفلتين والتهمت جسدهما الطري، فيما خرج حمد إلى الشرفة وأقفل الباب وراءه خوفاً من النار. دخان أسود يتصاعد في أجواء الحي، ماذا يجري؟ فالأم التي كانت تقف بالطابور رأت الناس تهرول وتصرخ حريق حريق، لم تكن تعلم أن هذا الحريق يلتهم منزلها وطفلتيها. نجت الطفلتان من الموت، لكنهما لم تنجيا من حروق بليغة من الدرجة الثالثة طالت 60% من جسديهما. سارة ويارا ترقدان في المستشفى تصارعان الموت وحالتهما حرجة جداً. هما بحاجة إلى البلازما التي يصعب على الأهل إيجادها، إضافة إلى أن العائلة فقيرة لا تملك ما يمكنها من تسديد فواتير الاستشفاء. الطفلتان اليوم تناشدان أصحاب الضمائر والخيرين أن تسندهما وتنقذهما من براثن الموت. هذه الحادثة تعيد إلى الأذهان ضرورة الوعي إلى عدم ترك أطفال صغار بمفردهم في المنزل حتى لو كان الأمر ضرورياً، لأن طارئاً كهذا قد يجعلكم تدفعون الثمن غالياً. من يتحمل مسؤولية ما حصل؟ هل الأم التي حاولت جلب المياه حتى لا يموت أطفالها عطشاً؟ أم الدولة التي أجبرتها على استغلال لحظات الكهرباء وترك أطفالها وحدهم لتعبئة المياه؟ شاركونا تعليقاتكم.